فالنهاردة رقم واحد النادي الأهلي على المستوى الرياضي وعلى المستوى الاجتماعي. عندنا النهاردة خاص يعني خبر خاص جدا بمؤسسة النادي الأهلي، المؤسسة الاجتماعية الكبيرة خلاص اللي تم إشهارها، وأيضا على المستوى الاقتصادي. دلوقتي احنا مركزين على الحدث الأهم، كل ما بنقرب من المباراة النهائية لبطولة دوري أفريقيا تحديدا قلوبنا بيكون في حالة من الترقب، والترقب ده يعني مغلف بأمنيات، خلينا نقول أمنيات التتويج بالبطولة دي، كلنا مستنيينها وكلنا ثقة في جهازنا الفني اللعيبة، لأنهم عارفين كويس قوي أهمية التتويج باللقب ده في التوقيت ده، وعارفين أنه لا مجال للتهاون لا مجال للهزار لحد يوم 27 يناير إن شاء الله في استاد برج العرب اللي هيستضيف المباراة النهائية. هيكون تميمة إن شاء الله الحظ لينا للنادي الأهلي، وفي الوقت اللي الكل بيوفر فيه الدعم للفريق الكروي في خطة فنية خلينا أقول لحضراتكم متميزة جدا، علشان يكون عندنا فريق قوي على المستوى الفني والبدني الموسم اللي جاي إن شاء الله. زي ما بيقولوا الكل حدث حديث، لكن أنا حبيت أطمنكم على أنه إن شاء الله فريقنا هيكون في يعني في تألقه، هيكون حاجة رائعة جدا في القريب العاجل، قادر على المنافسة كالعادة، قادر على أنه يحصد كل البطولات سواء المحلية أو الأفريقية. مفيش إن شاء الله يعني حاجة هتهزه أبدا أو هتهز استقراره.